رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا. هنبتديها بعمر السوليه لاعب النادي الاهلي اللي نشر صوره على تويتر مع وليد سليمان وكتب الف سلامه عليك يا حاوي. كمان نشر وليد ازارو صوره على الانستجرام وهو بيستمتع بالشمس وعلق وقال فيتامين سي، رغم ان هو قاعد قدام بسين. هي دايما بتحصل يعني لما بيبقى قدامك بحر، بس هو كان فول بس مش مهم عادي. كمان نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكورة على تويتر صورة لمحمد صلاح بعد ما أحرز هدفين في مباراة كريستال بالاس امبارح، وكتب محمد صلاح بقى أسرع لاعب أفريقي وعربي يسجل 50 هدف في الدوري الإنجليزي، 48 مع ليفربول و2 مع تشيلسي. الفرعون المصري محتاج 72 مباراة عشان يوصل للرقم التاريخي ده، ويبقى رابع أسرع لاعب يوصل للرقم ده في تاريخ البريمير ليج. كمان نشر أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول على تويتر صورة من مباراة كريستال بالاس اللي انتهت بفوز ريدز 4-3 وكتب فوز عظيم النهاردة 3 نقط. نشر كمان جيمس ميلنر لاعب ريدز صورة لي على الانستغرام من المباراة وعلق وقال عودة رائعة من الشباب اليوم 3 نقاط أخرى. نشر برضو ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي صورة على الانستغرام من المباراة وكتب أحسنتم فوز رائع. نشر أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي صورة برضو من الانستغرام من ديربي لندن امبارح واللي انتهى بفوز الجانرز 2-0 وكتب مباراة رائعة لندن لسه لونها أحمر. نشر برضو مسعود زال لاعب الأرسنال صورة على تويتر من المباراة وكتب تهانينا للفريق كله الليلة أحسنتم أتمنى الشفاء العاجل لهكتور برلين. كمان حساب رسمي لأرسنال الإنجليزي على تويتر فنشر فيديو للاعب أو اللاعبة للاعب بتاعه أوليفي جيرو واللاعب لوران كشوفني لاعب تشيلسي الإنجليزي وهما بيبدلوا مع بعض التيشيرتس بعد المباراة وكتب نحن نحب مثل هذه الروح. نشر كمان كالسناك لاعب الجانر الصورة لي على تويتر من المباراة وكتب نتيجة رائعة الليلة حقا كنا بحاجة لهذا الفوز لا ينبغي أن ننسى هكتور برلين أتمنى لي الشفاء العاجل الجانرز كلهم وراك. بول باجبا لاعب مانشستر يونايتد كمان نشر صورة على تويتر من المباراة مباراة برايتون واللي انتهت بفوز الشياطين الحمر 2-1 وكتب فوز كبير مرة أخرى 3 نقط مهمين أحسنتم. احتفل برضو ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بالمباراة رقم 150 دي مع الفريق نشر صورة من المباراة على تويتر وكتب شكرا مسرح الأحلام 150. اسبانيا بقى نشر تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الاسباني على انستغرام صوره لي من مباراه اشبيليا في الليجا واللي انتهت بفوز الريال بهدفين نظيفين كتب مباراه رائعه سعيد بالعوده لحصد النقط الثلاثه. كمان نشر لوكو مودريتش واللي احرز الهدف الثاني صوره على انستغرام لاحتفاله بالهدف وعلق مباراه رائعه 3 نقاط في البرنابيو. في فرنسا بقى نشر كيلين مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صورة على تويتر من مباراة غانغون واللي فاز فيها مبابي وزمايله بتسع أهداف الليلة الشيء وكتب أداء جميل. مشاهدينا نطلع لفاصل سريع وبعد كده نستقبل معاكم ضيفنا النهارده أستاذ محمد صادق الناقد الرياضي ومدير تحرير أخبار الرياضة.